الديواني. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب. الحين معنا كابتن فراس مال الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا هلا يا هلا كابتن، شو الاخبار؟ هذا الكابتن الكل يبي يشوفه. اي طبعا على طول احنا هني في مجتمع يدور الزله، على طول وصلت تويت حق الكابتن. ايش قصدك يعني روح ضباط يعني انت مستهين فيهم؟ لا يبا يبا، على قصدي انه يعني الواحد يطمح انه هو يوصل انه يكون كابتن طيار، وفي ناس عندهم الطيار ولا شيء، مع احترامي لك كابتن ومع احترامي للمهنه يعتبرونه سايق. صح صح. فاهم قصدي؟ وايد ناس. في ناس كذي، في ناس يعني على لا تزعل يا ابو ضباط. لا تزعل. انزين نبي نسولف شويه وندردش، وايد ناس عندهم فضول يبون يعرفون هذا الشخص اللي داخل الكابينه ايش قاعد يسوي. هذا احنا معطينا كلنا يعني 230 راكب او حتى ساعه بلاي 380 اكثر. نعم. معطين ثقتهم حق هذا الشخص واللي يمه ما يعرفونهم. صح. منو هم؟ شنو قاعد يسوون؟ ايش اللي قاعد يصير داخل؟ كل هذه اشياء لما نسولف عنها. نبداها بالصعوبات اللي في مهنه الكابتن. طبعا الصعوبات تجي طبعا من بدايه تدريبك، لان انت التدريب اللي تدش فيه عشان تصير طيار تدريب مكثف وصعب، وما هو مثل ما الناس متصوره مجرد انه والله يتخرج وخلاص يستلم الطياره. دش في تدريبات كثيره، منها اول شيء تدريبات فنيه، تدريبات على اجراءات طبيعيه، تدريبات على اجراءات طوارئ. غير طبيعيه وطوارئ. كل شيء. فانت لما تدش ما تستلم الطياره الا وانت 100% سليم ان شاء الله، ويعني مجتاز اختبارات وايد صعبه. فمفروض الناس انه يعرفون اللي في داخل الكابينه هذا ترى ثقة ما خلص الا هو ان شاء الله. اذا عندي سؤال يتعلق بساوند افكت داخل الطياره، قول. اذا صار طنق 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 بنطير؟ لا، في اصوات حق السيت بيلت. لاحظ لما تحط السيت بيلت. اي هذه واحد. لا لا بس كله لما نكون بالرنوي هالثلاث اصوات انه يا مضيفين قعدوا. اي بعض الاجراءات، بعض الشركات الطيران عندهم اجراء انه يطفي السيت بيلت ويرد شغله. أي. تسمع الصوت هذا مره ثانيه. أي. انه ترى خلاص دشينا المدرج الحين اطلع. حلو. فما حطك صحيح. انا انزين كابتن، الحين انا لما اركب الطياره انا استمتع لما يمسك اللي يبدي الاناونسينج. زين شو تقولون؟ امانه ترى ترى وايد تضحكون علينا. انا ساعات احس ما ادري ما يخالف يعني. اعتبرنا الحين طايرين من الكويت رايحين البحرين. ما يلا ركب ركب الطياره. زين بس هذا ميكروفون المارينا يعني مو ميكروفون. يلا وياك. نبي نقتنع باللي ينقال لان للحين ولا مره سمعتها انا. ايش تقول؟ طبعا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الركاب الكرام، اسعد الله اوقاتكم. قائد الطائره فراس مال الله يرحب بكم على متن الخطوط الجويه تبع المارينا. ماشي. واحنا برحله رقم كذا وكذا ان شاء الله سوف نحلق على ارتفاع كذا وكذا. اليوم ان شاء الله رحلتنا 3 ساعات متجهين الى المحطه الفلانيه. وبالانجليزي بعدين كتابه صيدلي. كتابه دكتور. كتابه دكتور. زين زين ليش صرت هي؟ شوف لاحظ 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 اذا الطياره قديمه احس ان تضغطون الركاب ترى احتمال نطيح احتمال. لان شوف شوف الميكروفون هذا مالك نفس الشيء، احنا عندنا نفس الميكروفون صغير، فاذا تحطه قريب من الحلق راح يطلع صوت هذا نفس ما انت تسوي، لكن اذا بعيد لي يطلع صوت عادي. زين كابتن لين متى كله مقربينه؟ لا لا انا ما قرب. اسمع شيء. انا ما قرب. طيروا معاي راح تشوفون. ما تعتقد ما تعتقد في ناس اللي تحوشها فوبيا مثلا لما تقول والله انا على ارتفاع 7000 قدم ترى شيء يخوف. لا 7000 شنو ولا شيء 7000. لا في ناس في ناس عندها حب واستطلاع حق المعلومات هذه، في ناس يبون معلومات اكثر، في ناس يقول لك والله ما نبي نسمع يبا احنا نبي ننام. زين بختهم هذول الناس. اي زين ودرجه الحراره واحنا ارتفاع 42000 شيء ليش تقول لنا؟ تلحق. امانه امانه انا لو بيدي ما اقولها. طيب بالنسبه حق يعني وانت بالطياره ما حد يشوف المضيفين وما حتى يعطونك تعليمات السلامه يعني من الركاب نفسهم. نعم. ما في فكرة جديدة يعني سووا الفيديوهات وسووا غيرها، لكن بعدهم لازم يعني هو لازم يشوفها. نعم. لكن الضيع. صح كلامك. في قبل كانت طبعا إجراءات السلامة مملة بالنسبة للراكب. راكب يبي يركب يبي يقلع يبي يروح الدستنيشن اللي هو رايحه، ولكن كقوانين دولية لازم نعطي الراكب تعليمات هذه. الحين بدأ شوية الإبداع في مرحلة التعليمات، قاموا يسوونها في طريقة ممتعة، يسوونها يا اما مثلا على رسوم تحركة، يسوونها على أغنية، يسوونها. فبدأ شركات الطيران تتفنن شوية في أمور السلامة. أنا متبرع أسوي واحد كوميدي. نفس مال سول بلين صح؟ تبرع وياي؟ سلمان؟ أنا ما عندي مشكلة. نفس مال فيلم سول بلين؟ والله فكرة حلوة صراحة. انزين وبالنسبه حق يعني
في هل في اختبارات سنويه مو بس للكابتن نفسه، المضيفين، الناس اللي تشتغل في هذه المركبه اللي تطير من مكان الى مكان؟ نعم نعم، اي احد داخل طياره دائما يقوم في اجراءات واختبارات دوريه. احنا بالنسبه حق الطيارين عندنا اختبارات كل ست شهور، اللي هي التدريب على اجراءات اللي سيميليتر ولا فعلي؟ سيميليتر اي اجراءات غير طبيعيه. شكله انا عارف المحاكي صحيح. زين انا في سؤال، لما يقول لك الحين انا كشخص متين صعدت الطياره، نعم، لما يقول لك والله من اجراءات السلامه ان اللايف هذه لايف جاكيت تحت الكرسي، تدري شنو يصير فينا؟ يعني غيرنا انا يعني ما ادري اذا بطيح ولا ماني طايع، غيرنا الحين قاعد يقول لي ان اللايف جاكيت تحت، شلون بتهندس بهي؟ لا مو اي صدق يمدي الواحد ياخذ تحت الكرسي هذا؟ اي يمدي، لان انت متى تبينها؟ لما تكونين في الماي. وليش تنطر نطيح؟ إيه لا انا على ما تطيح الطياره واحد لا هو يعني الله لا يقول الله لا يقدر، في حال ان الطياره هبطت على الماي خلاص هي على الماي نفس فيلم سالي، فانت خلاص على طول تنزل. اوكي مساله انك تندس تستوي اطلع بالرو زين ويم انت الناس والله ترفس وتطمر وصراخ بس سريع، خليك سريع عشان كذي انا قاعد كل عند الممر. هذا سؤال شخصي نعم. تدخنون بالكابينه؟ لا ممنوع، التدخين ممنوع في الطياره كلها من قدام لورا. انزين كابتن بس عندي سؤال، شو اللي اختلف اللي هو المنع وانت قلت خطر؟ لا. ما هو كان مسموح، شنو ليش ما كان خطر اقل والحين صار؟ بالنسبه للتدخين والتدخين مودي للركاب طبعا صح، فشركات الطيران بدت شوي شوي تقطع التدخين، فالحين صار قانون دولي انه ممنوع داخل طيارات التدخين. مو خطر. اوكي طيب شبابيك على طول تي المضيفه تزف وقت الاقلاع سير ليش صوت شي يصير؟ عشان ارفع الشباك قبل انطير، ليش السالفه؟ رفعت الشباك هذه قبل الاقلاع وقبل الهبوط كلها لها علاقه في اجراءات السلامه وقت اللاندنج، لان انت لا سمح الله صار شيء على الارض والكل مسكر الدرايش ما راح تشوف، ما حد راح يدري، ما راح تشوف شنو حرك لا سمح الله، دخان هاي ما نبي نشوف صدقني. لا بس انت خلينا نقول مثلا المحرك احترق على اليسار، احنا راح ندري انه احترق صح، فلازم نوقف الطياره ولازم ننزل الركاب من الطياره فورا اذا ما طفى الحريق هذا في الطياره. طيب اذا النار على اليسار لا زالت شابه وانت مو شايفه ان في نار على اليسار، ممكن تطلعين في الجهه اللي فيها النار. فلازم المضيف يشوف، لازم المراكب يشوف عشان يتم توجيه الركاب في جهة آمنة بدل ما ينزل في الجهة اللي فيها الخطر. يعني مو حقنا احنا، حق اللي بيوجهونا حق المضيفين وحتى انتو السلامة يعني حتى محتاجين. حتى انتو حتى الركاب يعني لما يشوف مكان الخطر ما يروح له، اوكي اذا يشوفه يبتعد عنه. انا عندي فكره ثانيه، احس لما يقول لك بطل دريشه قاعد اقول لك شوف اخر شيء بتشوفه. ودع هذا اخر شيء ترى بتشوفه. هذه نظره سلبيه. اي ديستنيشن نوصل له ليش دائما يكون اقوى وقت حق النوم؟ ليش تطفون اللي تحت اذا وصلنا؟ صح. نفس السبب في فتح النوافذ بالنهار. اذا انت الحين شاب الليتات في الاقلاع او في الهبوط راح تكون الرؤيه بالنسبه حق برا ضعيفه جدا، ما تقدر تشوف عدل برا. لكن لما تكون مطفي الليتات راح تكون رؤيتك اكثر وتنتبه اكثر حق برا. اوكي فعشان كذي طفوا الليتات اساس عينك تعود على الحين برا. الاسئله اللي سالناها كلها يعني غشمره بالنسبه حق اللي جاي. اللي جاي بعد شويه بيك تقول لي طفت الانجنز كلها ولا طفت الانجنز يا بشار؟ ليش سلبي انت؟ ليش سلبي؟ طفت الانجنز شو نسوي احنا بالليل؟ بالليل بعد بالليل لو علي اشفي جروحي بداي وانسى من انا بروح اسبح. انت من هلال يا هلال النافوره تونس اللي يخربون الشكل؟ اي فيها موسيقى زين يشغل مثلا يصير يشغل كرام مرسال وتطلع النافوره؟ كل شيء لا اي اغنيه نبي؟ شباب حق جميع اللي بيروحون النافوره خليهم يكون معاهم فلاش يعطونا حق الدي جي اللي هناك. وايد زين اي والله كابتن فراس مال الله، انا اكره الطيران. خير ان شاء الله. ليش؟ طياراتكم ضيجه، متى توسعون كراسيها؟ والله طياراتنا الكراسي اللي فيها المفروض الطيارات الجديده كلها مريحه من الايكونومي الى الفيرست كلاس، والحين ان شاء الله بعد في اول طياره من طراز البوينغ 777 راح توصل في 4/12. ما بقى شيء، ثلاث ايام هذه طياره التملك. راح يبدون يون من 4/12 اول طياره لنا بنروح حقنا مقنا لنا هاي، وبعدين بنجرب مع الكابتن ترى صح. لازم صح. لازم صح. زي كابتن ليش ما فكرت شيء مره من مرات تصفى طياره قري؟
لأن ممنوع تصفط، ممنوع تحرك الطيارة اللي ورا من غير السيارة، لأن الطيارة عشان ترجع ورا في سيارة تدزها. إذا سوي الحركة هذه شيء ما يصير. لا لا بتقول سالفة الهرن بعد ولا لا؟ أنت أمس مقترح عشان أعرف يعني. ما أنت بتقولها يعني. زين على موضوع الطيارة وهي طائرة. نعم. طفت محركاتها. نعم. شد دبرة، شد توقع، دبرنا كابتن شو يصير. شوف أنا اللي شافه باليوتيوب. زين. ما بيفتي أنا لا الطيارة ولا المحزن. المصيبة اليوتيوب والواتساب. ايه. لا الواتساب أمهات المشكلة مو. لا 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 وما توصل هالأشياء إلا يوم السفر. اي ما أدري شو بقولها بس أول حركة وأتمنى إن اللي قاعد يشوفون إيدي على المايك يصير شيء نفس الورقة لما تطيح مو؟ لا لا بالجناح مو شيء؟ لا لا مو صحيح. بالدعاء إذا طفت المحركات تظل الطيارة الطائرة ما فيها ولا شيء. تنزل شوي. فيسمونها تحلق. شفتي الطير شلون يرفرف جناحه وبعدين يفرج جناحه ويظل طاير؟ الطيارة نفس الشيء. تقدرين تعتبرين المحركات هي ترفرف الجناح، ولما يفرج جناح الطير يصير كأن المحركات طفت، فتظل الطيارة تنزل شوي. يمدي الطيار هنا ياخذ قرار وين ينزل، بنفس الوقت يبدأ في إجراءات محاولة تشغيل المحركات مرة ثانية. وإذا طبعا اشتغلت المحركات راح ينزل الطيارة في أقرب مطار. السؤال كون أقرب مطار يمدي؟ يمدي. إيه والله بسأل يمدي. زي شلون يوجه إذا هي طافية؟ عادي عندنا احنا جنريتر حق الطوارئ راح يشتغل، هو اللي يعطي الطاقة ويعطي كل شيء حق الطيارة. انا مو قادرة استوعب كمية السهالة اللي قاعد يتكلم. انت بالضبط احنا قاعد ياخذنا على قد عقلنا. يعني عرفت يعني كنا قاعد يقول ترى عادي كل شيء عادي. لأن انا الحين 18 سنة اطير واجراءات الطوارئ هذه كل 6 شهور قاعدين نتدرب عليها ونسويها، فشبه يعني شيء طبيعي بالنسبه لنا. لا وبعدين اللي يعرف بالشيء دائما يعني انت الحين مثلا اول يوم وظيفه اول يوم مدرسه دائما عور بطن صح، بس بعدين يصير سهل الموضوع. البانيك اللي يصير من مثلا من الركاب الحين شافوا ان الماكينه طفت لا ولعت ما راح يشوفونها طفت ممكن ولا إذا ولعت يشوفونها اي بس ما راح يحسون بالطفت. انا هذي متى راح اخاف إذا مطب هوائية وشفت الطيارة تبطلت من النص. إيه هني أنا مالي. لا 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 غلطان دعاء. لحظة شنو يعني تبطلت الطيارة تبطل من النص؟ مالي إلا الدعاء. لا 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 شنو هي المطبات الهوائية بس علشان الناس تدري بالضبط شنو قاعدين يواجهونهم بالسماء. أو ممكن تطيح الطيارة من المطبات الهوائية. زين. ترى يعني وياك واحدة مو تخاف من الطيارة. ما حلقتي. خلوني. واضح. زين المطبات الهوائية طبعا أنواع وايد أنواع. بس اكثر الاشياء اللي احنا مثلا في الكويت خلينا نقول تمر علينا في مطبات هوائيه اللي مثلا اول الاقلاع تحسين فيها هذه خاصه بالصيف بسبب حراره الارض يصير هواء حار ترفع الطياره فيصير في هواء فوق يبرد هواء حار تحت فيدز الطياره فيصير مطبات يصير ثيرمال هيت يسمونه. فالمطبات الثانيه اللي هي وانت طايره هذه اللي اكثر شيء ركاب ماسكين بعض ولا متمسكين. أنا المطب اللي عند السادة بس المطار هني أخاف ترى يدي الخوف. أنا وأمي صدقني أنا وأمي نعصر يدبعوا. إنزين ما تطيح الطيارة. ما تطيح مهما كانت قوية مطبات هوائية ما تطيح الطيارة. كل اللي يصير إن أنت بس تحسين في إن الرحلة صارت مو مريحة. لا مو مريحة. لكن مسألة إن تطيح لا ما تطيح. إذا كنت دائما تخيل إن الهبدة هذه مالت الطيارة المطبات بينكسر الجناح. الجناح مرن لدرجة ما تصورينها. أوكي. الجناح يسووا له تست قبل التصنيع في أن يسحبون الجناح لفوق. ما ينعوي يعني ينكسر. يمغطونه. يشوفون شو اللي متماله يعني. يوصل ترى الزاوية ما تصدقين أن هذه طيارة تقولي مستحيل يكون هذا وضع. كأنها طيارة. يعني. كأنها طيارة. ما راح ينشلع. ما راح ينشلع لا. أكيد. شفتي طيارة شلع جناح. أحلف إنه ما راح. ما يصير أحلف. ما يصير مو بيد الرجال. هذا معلومات. الحين في سالفة. دائما احنا ندي الطريق رايحين لندن وردي من لندن رايحين امريكا وردي من امريكا رايحين فرنسا وردي من فرنسا ليش الروحه اطول من الرد عفوا خلونا يعني تخلون الروحه واحنا مشتطين نبي نوصل تطولون فيها وبالرد بسرعه تردون انا سمعت ان على دوران الكره الارضيه عاد ما ادري هذه معلومات ما خلينا نشوف لا دوران الكره الارضيه ما له علاقه اللي لها واتساب الوالده واتساب الوالده اللي لها علاقه الهواء بالروحه طيب من الكويت مثلا انت رايحه اوروبا دائما يكون الهواء في اتجاه المعاكس فيبطئ من سرعه الطياره لان فوق الهواء وايد سريع اكثر من طبعا الارض هنا فيبطئ يقول الطياره انا قلبي قاعد يرقع بس عادي انت مو طياره
اوكي. فبسبب الهواء المعاكس حق الطياره هو اللي يخلي الرحله تصير اطول بالروحه. اذا كان الهواء تارس ضدك، اما بالرده يكون هواء جاي باتجاهنا معنا فيدز الطياره، فنكتسب سرعه زياده من الهواء فتصير الطياره اسرع. ليش نقول هالاشياء الطياره بس اتجاه الرياح بس يعني نكلم الركاب ونقول لهم اشرح لهم. راضي تقولون الهواء كوس حتى يعني راضي. عفوا كابتن، كابتن لا وراك وراك شوي. اوكي اختلف الصوت معه ضيعني شوي. اقول كابتن حتى الطياره تطلع من الكويت لا جده نعم اطول بالرجعه اكثر بايد فرق نص الوقت يعتمد على الخط خط السير هنا يعني لما تصير رحلاتك ترجع بساعه لا لما تصير رحلاتك قصيره إذا الهواء مثلاً مو وايد قوي ما راح تحس بالفرق كثير يمكن 10 دقائق ربع ساعة لا وايد إيه هني يعتمد عاد على خط السير ممكن يكون خط السير اللي أنت رحت فيه غير عن خط السير اللي أنت رديت منه فبالتالي تصير رحلة شوية أقوى تحدد شنو مثلاً زحمة تحدد شركات الطيران أنا ترى بخالف لا تضحك علي سلمان يعني هل حركة الطيران فوق ضغط الطيارات يتحكم بالشيء بالطريق ولا بس الضغط الجوية في طبعاً أجهزة عندنا إحنا اللي نطلب منها خط سير الرحلة لما نقول والله طالعين من الكويت مثلاً إلى لندن على سبيل المثال الجهاز نفسه راح يشوف لنا أي هو أكثر وقت أي هو أكثر توفير للوقود وأي هو أكثر راحة الراكب أيضا من ناحية المطبات من اللي حدده الجهاز نفسه في المعلومات في كل شيء بعد ما نطبع الخطة ما تخطط السير نشيك عليها إحنا نشيك عليها المرحل الجوي ونتأكد أن كل شيء سليم فهني نعتمد الخط ونطلع فيه ممكن تغير الخط سؤالين طبعا. أول شيء خلنا نغزل شوية بطيائرنا الجديدة والله صدق حلو شنو اللي يميز طيائر الجديدة غير الشعار واللوجو والألوان ترى الكاليغرافي حلوه عجبكم شعار جديد والله انا ماشي قالوا بعد اليونيفورم الجديد مال المضيفين هذا ما غيروه شفتي غيروا اللوجو اي اتلي لا ما شاء الله اتلي من فرنسا ترى على فكره اوه والله يعني صدق اتلي طول عمرهم الكويتيه كذي كشخه انزين وبالنسبه حق قلنا الميزات الجديده اللي موجوده بالطيائر الجديده نعم التربل 7 راح يكون فيها فئه جديده من الدرجه الاولى راح يكون فيها درجه اولى بثمان مقاعد فقط اوكي شنو ميزتها؟ ما تطيل اذا طاحت الطياره ما يصير فيها شيء لا حول ولا قوه فيها باراشوت يمكن حاطين فيها مغطيه بكبسوله ما يصير يوم ينوم طيب لا طبعا معتمدين فيها على سبل الراحه لان كونها طياره بعيده المدى اهتمام ركاب يختلف بين طائرات بعيده المدى وقصيره المدى لان انت مثلا على طياره قصيره المدى تبي بس توصل باسرع وقت ما يهمك والله الكرسي كبير صغير وهذا تبي توصل اون تايم كذي اما اذا صارت والله الرحله طويله هني الراكب رغباته تختلف يصير يبي الراحه ويصير يبي الامور هذه فهني موفرين لهم سبل راحه اكثر انترتينمنت احسن الانترتينمنت هذه اشياء تهم الناس تهم جدا راحتهم بالكرسي الكرسي قلنا صار اكبر نعم انترنت في الطياره راح يكون موجود هذا شفناه نعم. موجود حتى بدأوا في بعض الرحلات نعم. طيب بالنسبة حق هل فعلا يعني أنا قطيتها إنزين إن كل كويتي حلمه أول ما يبدأ أو أول ما يبدأ دراسة وشذي إنه وده إنه يصير طيار نعم. لا بصوت هذا شيء كان موجود عندك ما تصور شكر الأسئلة اللي قاعد تجيني من الناس اللي يبون يصيرون طيارين أي واللي أوردي الحين عندهم وظائف منهم دكاترة منهم محامين مذيعين فيبون يصيرون طيارين اللي عمره 30 واللي عمره 40 فصدق صار الكل يعني ما شفت واحد ما قال لي انا حلمي اصير شوف شيئين كل الكويتيين يبون يصيرون طيارين ويعزفون كمانجا ترى بيصيرون طيارين عشان يسافرون ببلاش يا مال الكويت انا صرت طيار لا 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 لان الطيار عنده برستيج خاص بالمطار لا هيبه اي لما يمر شيء ايوه بالضبط كله كنا مدرس وبنت عمرها 16 سنه معجبه فيه كذي اللوك وهو ماشي سلمان خليني اقول لك شيء على طاري هذا انا والدي الله يرحمه كان طيار والدي وهو صغير كان لما تمر طياره يركض يموت من البكي يخاف شلون تدور الدنيا ويصير طيار هذا نفس النظريه ولا عكس لا هذه عكس هذه مخالفه بس شفتني انا ما خليت من عشت ابدا ليش انا خاف من الطياره انا اللي كسرت القاعده شو اللي خلاك تصير كابتن كانت الفكره موجوده لا هذه قصه الكابتن قصه طويله وايد يسالون عنها بس ما نقدر نقولها لانها طويله بس باختصار تخرجت من ثانويه دشيت جامعه الكويت اوكي هندسه ضليت بالجامعه سنتين ونص ما مشى الحال طلاق تقدر تقول تقصير مني انا ما كان عندي اجتهاد ما كان عندي اي اهتمام اوكي وفشلت في السنتين ونص هذه بعد السنتين ونص هني استوعبت ايش قاعد اسوي انا وين رايح المستقبل ضاع ضيعت وقتي اللي كانوا وياي طافوني وانا قاعد في مكاني
فهني قلت انا الحين دام ضاع علي الوقت لازم اشوف لي طريق ثاني. ففكرت ايضا مره ثانيه ادش جامعه اروح امريكا. يعني واحد من ربع قال لي ليش ما تصير طيار؟ قلت له شلون يعني تصير طيار؟ كذي هذا الربع كذي كذي تخيل ليش الله ما اعطاني ربعك؟ قلت له شلون يصير طيار؟ قال روح الكويتيه منزلين اعلان يبون طيارين. قلت خل اروح. وفعلا رحت الكويتيه وقدمت واليوم انا طيار. ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك ان شاء الله يا رب. سلم اسالني ليش ما تصير؟ بالك وانت صغير انت تصير طيار؟ لا اكون معك صريح بس هذا سؤال يعني اجابتك ما تقبل الليش خلاص لا يعني. إيه لا بس هم فيها ليش؟ لا ما فيها ليش؟ لا فيها ليش؟ يلا اول شيء كابينه ضيجه لا الحين في عمليه ما فيها ليش وانا من النوع اللي بالليل شوي زغل العيون لا ما ينفع على طاري انت زغلل انت الحين لما تحط اوتو بايلوت ما تتوقع في يوم لا مسوي فيك دقه لا لا الطياره ترى فيها يسمونه ريدندنسي سيستم هذا نفس سؤالي اللي هو عن سبل الامان في الطياره اي طياره فيها اجهزه كل جهاز موجود في الطياره في على الاقل منه اثنين هذا حقك يلا فكل جهاز في الطياره موجود منه على الاقل اثنين اذا مو ثلاثه اذا اخترب واحد الثاني موجود اذا اخترب الثاني الثالث موجود وفي بعض الاجهزه في منهم اربعه بعد فكلها سبل الامان حق الطياره زين تشيكون عليهم كل مره انك ايه كل شغلوها بالصيانه هذه عندكم خد طمن بس مشرفه بس تشوف بس طالع ما بيشوفها والله لا كل رحله في لها بري تشيك يسمونها قبل الرحله يجي الفني او المهندس يشيكون على الطياره ولما يمشون احنا نجي بعد ونشيك على الطياره مره ثانيه وبعد ما نشغل الطياره بروح تشيك على نفسها وتقول لنا اذا فيها شيء قلقنا عليك وايد لا بس سالنا وايد شوفي الطيار عادة هو قائد المركبة وهو السيد في هذه المركبة طول مدة الرحلة يقدر الكابتن يطرد أحد من قبل لا يطير في الرحلة سؤالك هذا استراتيجي ايه نبي نعرف يعني مثلا احس ما ادري يمكن شكيت بحد ولا واحد ما بلعته ولا لو واحد من المدرسه ما تحبه طبعا مسائل شخصيه لا ما... انا ممكن اسويها المسائل الشخصيه ما نقدر نسوي هذا لان احنا طبعا ناس محترفين جايين نشتغل مو جايين نطلع حراتنا في العالم بس نعم عندنا صلاحيات ان احنا ننزل اي راكب نشك فيه بسبب ممكن نشك فيه انه امنيا عنده مشكله ممكن نشك فيه انه هو في حاله من السكر ممكن ياثر على باقي الركاب على سلامه الرحله وايد اسباب فاي راكب ممكن نشك فيه لاي سبب انه ممكن ياثر على الرحله ممكن ننزله من الطياره طيب بالنسبه حق في بعض الاشياء تعتبر ديتيلز لكن الناس ودها تعرف مثلا بالشباك في توا شهله تقول اللي هو يصير مثل ثقب صغير نعم بالشباك سالفته الحين هي الدريشه واحده ولا وايد ولا السالفه الدريشه ثلاث طبقات اول واحده من ناحيه الركاب هذه عشان الخدش ما تأثر على الطبقات اللي وراها اوكي بعدين الطبقه اللي بالنص فيها الفتحه أي. على اساس لازم احط هذه مو صابنه لا الطبقه اللي بالنص اوكي انا ولا مره لاحظت الثالثه شفتها بالموضوع باكاونتنج ادري ان في طبقات بس على ثنتين فعلشان اذا اختلف الضغط لا سمح الله وصار شيء ما يتكسرون الجوانب هذه أوكي. عشان يعادل الضغط بينهم ف زين عندي سؤال كابتن هو سؤال خارع على طالعوني الاشياء اللي نشوفها بالافلام اللي مالت طيحه الطياره والاشياء هذه صجيه ممكن تصير خل اعطيك قانون عشان تمشين عليه ويمشون عليك كل اللي قاعد يسمعونه لان اسئله الافلام هذه وايد اي شيء تشوفينه بالافلام عن الطيارات في الغالب يكون مو صح حتى الحياه الحياه هذه حالات حياه يعني واحد يعني كافر الركاب تبي الحياه لا صدق لانه وايد يبينون لك يعني وايد يهولون وايد يهولون نحط الطياره تطير مقلوبه والاشياء هذه طيارات مدنيه ما كراسي تنشلع اي لا وايد يهولون في الامور كونهم افلام طبعا دكتور بالنسبه حق دكتور الكابتن بالنسبه حق ان شاء الله رزقك دكتوره ان شاء الله دكتور طيار اي بالنسبه حق في بعض الناس يقول لك والله لا انا هذا يزرق لي كم كيلو ادخل كم كيلو زياده زين لان انت تدري ايام الطيائير خلاص حدك 23 او 32 في حاله الايكونومي والبزنس هم غير الفيرست غير وزن الطياره
هل فعلا يعني لما يشرجوني انا ادفع على 3 كيلو ولا 5 كيلو ادفع عليهم زياده؟ لا. في ناس يتزرق لهم بطريقه او باخرى ياثر على اقلاع الطياره؟ لا ما ياثر. كل حسابات الاوزان فيها نسبه معينه للخطا او نسبه معينه للسلامه. لا سمح الله يصير اكثر شيء مني ومن هناك الا الطياره قادره. فهم لما يحطوا لك ليميت يقول لك والله هذا الماكسيمم، ترى مو هذا الماكسيمم، الماكسيمم وايد ابعد من هذا. بس هذا شوي اساس يعطيك سلامه حتى لا سمح الله يصير في خطا في شيء. طيب كابتن، في اشياء ايضا تصير، يعني مثلا لما المضيف يقعد هل يتم تدريبهم على انه يطمن الناس، يعني يكون وجهه يتحكم باعصابه، يتحكم باعصابه اذا كان مثلا في مطبات؟ الناس اصلا لما تركب طياره متوترين ترى. نعم. مساله انك تدرب الواحد على شيء وبعدين لما يصير في الطيارة يصير شيء ثاني. أيه. لأن أنت الحادثة نفسها أو أنت الموقف نفسه غير عنك أنت لما تدرسه. عرفت شلون؟ يعني أنت لما تجيب واحد عمي وتعلمه تقول له تشرح له شل البصر، ما يدري شيء. أوكي ممكن يفهمك نظريا بس ما شافه. صحيح. بس لما يفتح عينه فعلا ويشوف هذا هني راح يفهم. مع التعود يعني. فنفس الشيء بالنسبة حق المضيفين، يعني المضيفين ممكن ندربهم ونعلمهم على إجراءات السلامة وشنو ممكن يصير وشنو راح تسوي وشنو التوقع، بس لما تصير الحادثة هني عاد يبينه هو كإنسان شنو هو. زي كابتن بنسولف عن حالات بعد شوي، بس نصلي وني. سؤال أخير قبل ما أطلع، روح صلاة. لا إذا نالت تحطنا في الدوانية مارينا اف ام. كابتن فراس، كابتن فراس. هلا والله كابتن فراس اخوي، انا وياك بالطياره بروحنا عمي. تفضل تلعب لبيده. طلعني من وراي كشن. في ناس تصدق، في ناس يعني من نوع اللي تحسر بالطياره. نعم. تصارخ من ادنات الدون من ولا شيء. نعم. يعني عطنا موقف صار لك شيء يضحك، يعني انت تجي ضحكت لي ودك، يعني صارخ ودك تطق ابره هواء وينام، عرفت؟ اي هذه المشكله، الركاب يعني ما تدري شنو يخافون منه، وفي وايد اشياء تخوفهم، يحتاجون يعني واحد يوصل لهم ليلة النقطة اللي فعلا تخوفهم عشان تقدر تعالج الموضوع. فهذه مرة واحدة من الرحلات كان ويانا واحد ركاب، الرئيس الطاقم قال لي والله ترى الراكب هذا في خوف من الطيران وقاعد يصرخ ومد الركاب اللي يمه وكذي. يروح خنق هذا. فلا قلت اوكي خلاص خله شوف شنو وضعه وانا بيه بعد شوية اكلمه. فبعد شوية سألتهم عنه قال لا الحين خايف. قلت خلاص خله اروح اكلم الرياض. فرحت له قلت له اخوي عسى ما شار وكذي وان شاء الله ترى ما كل العافيه، وما بقى له يعني ساعه ونص ونوصل. قال ساعه ونص وهذا وايد، وقام يصرخ كذي وهذا. قلت يبا ماكو فايده يعني رايق قاعد احاكي. فاخوي يمه فقال ايش فيك يعني هذا الكابتن جاي يسلم عليك؟ قال الكابتن يسلم علي؟ على قول قاعد يطير طيار. فضح الدنيا، وكانت هذه اخر مره اروح اقراك فيها. لا جيت ترى دقات، ترى دقاتكم بالطياره مو حلوه. ما تونس اي معنى هذا الكابينه وياي ايش تبي؟ روح اقعد هناك طمني. هل فعلا ممنوع ان انت مثلا تسولف بالميكروفون وقت الرحله؟ اي ميكروفون في مع الركب؟ اي الركاب في عندك معلومات معينه لازم تعطيها، بس ممنوع تقول اي شيء ثاني؟ لا مو ممنوع، بس انت لازم تكون حريص على شيء. زين انا عندي سؤال، ليش ما تحط لكم حكواتي معاكم بالكابينه؟ يعني طول كل قصه حق الركاب، عرفت؟ يحازيهم شيء، عرفت؟ في مره من المرات طارت وطاحت، يعني اشياء يرفع معنوياتهم. شوف اذا جيتوا طرتوا وياي راح اعطيكم المايك وتسلموا انتم. اوه يا لهوي. لا انا اذكر مره كنت كان لاندنج، واللاندنج في مدرجين فطيارتين نازلين. نعم. اوكي. فقاعد يقول الكابتن قال لنا شوفوا على اليمين، فشفنا على اليمين ولا في طياره، يقول شوف الطياره هذه الحين بفوز عليها. يعني لا ما انت غشمره. لا مو غشمره. بعض يعني القطات او الافيهات اللي هذه يعني سوالف الامريكان يسوون الحركات هذه وايد. صح. اي فيعني هذه على الاقل خلى الركاب يعني يتوالفون معاه هو ككابتن، مو الا من عزل في هذه الغرفه. في ريستركشنز من شركات الطيران، شركات الطيران طبعا انت ككابتن لما تتكلم تمثل الشركه، فهم يبون ايمج معين حق الشركه، ما يبون اي احد ممكن يتكلم في موضوع ثاني ويضيع السالفه ويضيع استراتيجيه. اكلكم متى يصير مؤكل مستشفيات؟ متى تنزلون وجبات سنه؟ اول شيء اكلنا مال الكويتيه كل من يمدحها. لا انا شوف انا واحد ذويق اخوي. صح. انا واحد ذويق. لا لا أنا اكل الكويتيه. لا ما انا صدق. لحظه خاصه البرياني، جربت البرياني؟ لا ترى مو ام احمد قاعده تطبخ داخل، ترى مو ام احمد قاعده داخل اخوي. ما يصير تمدحون اكلكم. انا زين الحين لما نطلب ليش كله فيه لحم؟ وين الديه اللي قبلك يا جد؟ انت وين قاعد؟ دائما تقعد ورا.
لا ترى خلصوا عندك الدياي قاعد قدام كابتن، ترى هو مو مقصف طياره. انت لما تيجي تحجز تقعد تفعلك بيسين زياده وقعد قدام عشان اكل دياي. تدري بشار، بشار تدري الابجريد تبي تنتقل من كرسي لكرسي لازم موافقه الكابتن؟ لا مو شرط. لا صدق كابتن؟ بعض شركات الطيران ايه، بس الحين ترى احنا خاصه في الكويتيه وقفوا موضوع الابجريد. اذا انت داخل طياره تبي تسوي ابجريد هذا وقفه. اي وقفوه الحين ادري، بس قبل إيه؟ قبل لازم يجي يقول لي والله عندنا راتب. ليش يختلف طعم الاكل فوق؟ يختلف لان مع الاختلاف الارتفاع حاسه التذوق عند الانسان شويه تختلف. اوكي انزين، فهني تحس ان طعم الاكل شويه غير. انزين زين، بس عندي سؤال انا هم على الاكل. صدق اكل الطيارين غير عن اكل الركاب؟ صحيح، عندنا وجباتنا بروحنا. لا 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 دلع هذا، دلع هذا. لا وبشرك عندنا دي اي ولحم وسمك ومرات يطلعون فيجيتيريان مرات. انتوا سؤال تحروننا. انزين صدق الكابتن والمساعد كل واحد فيهم ياكل غير عن الثاني لازم؟ اي لان احنا عندنا الحين الاربع وجبات هذول. ما في غير، يعني ما يطلعون اربعه حقي واربعه حقي طيار المساعد، فاربعه على حسب اختيار الطيارين والرحله. فاذا انا اخذت واحده خلاص ما في واحده ثانيه. انتوا اختارون قبل تسوون حجره ورقم قص؟ لا لا انا كابتن، انا اخذ خلاص. هو دكتاتوريه. اذا كابتن في 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 اشياء، يعني مثلا في ناس هوايتهم الغوص، في ناس هوايتهم مظليين، ف هل فعلا في خطوره على ان الغواص او المظلي يطير؟ اي نعم في، والغواصين يعرفون الشيء هذا. ان اي واحد يغوص البحر او في انت غواص. أيوة ما شاء الله. أيوة العافيه. فلازم تاخذ لك فتره راحه يومين قبل لا تطير. لان الاكسجين داخل الجسم يكون فيه نقص. فانت ما تقدر تروح تطير مره ثانيه في الطياره ويصير لك مشكله. فعشان كذا لازم تقعد يومين قبل لا تركب الطياره وبعدين. زين ليش اذوني تسكر قبل ما نطير؟ هذاك اليوم واحده تسالني تقول لي كابتن انتوا نفسنا كذي اذونكم تسكر في الطياره ولا لا؟ مو نفسنا. الحين لحظه، انتوا الحين طيارتين بالسماء ما تتركون حق بعض؟ قبل كنا نائم قبل نترك حق بعض، اذا كانوا جايين عكس بعض. ها وفي الليل فكان يشب الليت واحنا نشب الليت عشان اعرف تاكد ان احنا شايفينه. ترك له افتح افتح ترك له يمين شمال. يعني لو تغفل كذي ممكن يصير. لا لانه هو ارتفاع ثاني، هو مو نفس ارتفاعي، بس كتنبيه يعني انه ترى احنا ما رينا. وايد خايف. انا واحد من الناس، انا واحد من الناس احب اسافر بالليل. ايه عشان انام. بس تنام؟ في ناس ما ينامون. انا في ناس، انا صراحه لما اطلع واشوف الركاب استغرب الناس، ناس يطق الدقمه اول قبل التيك اوف يوصل يقعد من النوم. يعني شلون الانسان هذا يسوي موضوع هذا؟ غريبين. لا هذه برحلات، هذه برحلات بو مثلا ساعتين ثلاث ساعات. اي نعم والله ثمان ساعات سبع ساعات والله. ان شاء الله من وهي على الرنوي قبل لا تطير. نعم وانا كان زين. انا ما نام قبلها بثلاث ايام. انا العاده اسهر قبل اي سفره طويله اسهر. نفس باي كويتي. اي عشان انام. اي بس بعض المرات يصير فيني هذه ما نام. ماكو نوم، ماكو نوم. لا لا لازم ضروري انه احنا حتى احنا عندنا بعض الرحلات فيها سراير حق الطاقم نفسهم. عندنا غرفه نوم. عندنا غرفه نوم في الطياره حقكم. حقنا لاحظوا يكونون ببلاش. احنا ندفع فلوسهم ولا ندفع؟ لا لا سرير يا جماعه ما نقصين حسد بعد. سرير ولا كرسي نفسنا؟ لا عندنا سراير. اي سراير غرفه كامله. اي سراير. سلام كم دوره الطياره؟ اخلص اخلص كم نقرط يا سلام. انا وياك يلا اخلص اخلص. اذا مسافر ببلاش زين. السرير في حزام؟ في حزام والله ناس. وفي قناع اكسجين بعد. اخ يعني سيفتي في كل مكان. وفي هذه الشاشه مالت افلام بعضهم فيهم. اي انت ليش لكجري لكجري قاعد نحر الناس احنا. انزين بعض الاشياء اللي تصير داخل الطياره، يعني انت طاير مثلا مسافه وايد طويله، مثلا نقول اقلها سبع ساعات. نعم لازم يصير مواقف تضطر ان انت يكلمونك يقولوا لك ترى في عندنا حاله كذي، في عندنا وضع كذي، سواء كان طبي او وضع يعني يضحك. عرفت اخرها شنو كان؟ والله في اشياء ما نقدر نقولها يعني. شفر شفر كثر ما تقدر. تضحك ما تخاف. تحاير على السالفه. لا دائما اغلب الحركات السفير ركاب يسوون حركات غريبه يعني. فيجي مثلا راكب يدش على طول سيده اول كرسي بفيرتاس يقعد فيه. ايه لا كرسي مو مدرج هذا. لا ماكو. يقعد يا ابن الحلال. حلي يقعد يحلي. انت 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 مو مكانك هذا، روح اقعد ورا. لا يا اخي الكبيره فاضيه ماكو احد. لا مو كيفك. لحظه تعال، مو صارت بيتكم هذا واحد. إيه وانت مو داش مدرج. إيه اثنين عرفت وما راح توصل اسرع.
تعال اقنع الناس انه يبا هذا مو كرسيك، كرسيك هو يبا ما في احد خلوني اقعد، يبا ما يصير مو كرسي. في مره واحده ولدت عندك بالطياره؟ انا لا، بس صارت وايد عندنا انه في ناس يولدون في الطياره. اخ شلون صعدتهم؟ هذول يصيرون يولدون قبل وقتهم. زين. لان احنا كاجراءات الحامل ما تقدر تركب الطياره اسبوع قبل اول اسبوع من الحمل. ايه؟ واخر اسبوع قبل الولاده ممنوع تركب الطياره فيهم. اذا في اوراق في ناس فيهم حاله يعني سبحان الله قبل يعني وقتهم. هل يبين يثبت في يبون ورقه يطلبون منهم ورقه من الطبيب يعرفون الحمل زين يعرفون الحين طبعا اكيد يضمن تذاكر ببلاش وجنسيه البلد اللي هو لا لا مو صحيح هذه كل الاشاعات تطلعونها علينا. سوالف الواتساب هذه تركوها عنكم. واتساب الوالده طفوها وكل واحد يجي له الخبر يروح يزيده شويه. والله عطوه جنسيه والله عطوه تذاكر. شنو الصح؟ يعتمد على شركات الطيران، ما في اجراء واحد حقها. بعض الشركات ممكن تعطي تذكره مثلا. بعض الشركات بس تصوره وتحط لهم مثلا منشن ولا هاشتاج منشن المولود هاشتاج مولود اليوم فوق السماء. فهذه الاشياء اللي تصير مع اليولد، لكن يعطونا والله جنسيه البلد اللي هو انولد فوقها. يعطونا تذاكر مدى الحياه، هاي كلها هذه مدى الحياه. انا كنت اتمنى المولد على حسب نوعيه شركه الطيران والبوليسيز اللي عندها وسياسه الدوله نفسها ممكن تعطيه جواز ترى إذا ولد في الدولة هناك. لا إذا وصل صار لاند بريطانيا يعطون. هذا ما أدري عنه. أي بريطانيا يعطون. هذا ما أدري عنه. تكتكها كذي السلام. تكتكها كذي. تبي أصير أنا ولا مثالي؟ أنا بصير أم وبولد. تبي أصير مثالي؟ إيه. شلون ترضى على نفسك؟ خلاص عرفت عرفت. تقدر تشوفها وتسمعها عن طريق مارينا اف ام ابلكيشن. السالفة اجتماعيا الطيار صح فعلا عنده برستيج. الحين بس حق الناس اللي ما تدري معنا بالاستديو الكابتن فراس مال الله قاعدين نسولف عن الطيار وبعض المواقف اللي تصير داخل الطيارة وسيفتي بالطيارة، كل هذا قلناه حق الناس اللي ما تابعوا يقدرون يسمعون الحلقة مرة ثانية بالابلكيشن ويسجلون ايضا بالاي في ار يقولون لنا اسامي دواوينهم لا ينسون، بالإضافة إلى موضوع قول لنا أي شيء تبي تقوله عن البرنامج نفسه، بس لا تنسى قول لنا اسم دوانيتك بالآي بي آر، دش الأبليكيشن وتسجل رايك باللي تبي تقوله، يعني تختار برنامج الدوانية من ضمن البرامج وبعدين سجل اللي تبي تسجله. كابتن اجتماعيا عندك برستيج مخيف جدا ما شاء الله عند الناس بالمطار برا لما يشوفونك بالزي الرسمي الخاص فيك، طيب اجتماعيا ربع بيت زوجة عيال هذه الأشياء شلون يوفي فيها الكابتن؟ طبعا من نسبة حق البرستيج هي من ندرة الوظيفة نفسها لأن تعدد الطيارين في العالم شوية. كم طيار في الكويت نفسه عندنا؟ احنا بالكويتية 350 طيار فقط، بالمقابل شوف كم دكتور، بالمقابل شوف كم مهندس. صحيح. كم محمد. صحيح. فهذا اللي يعطيك البرستيج في الوظيفة، خاصة بعد خاصة في المطار. بعدين كابتن يعني العدد الطيارين محكوم بعدد الطيارات. صح صح. اي فعموما في العالم كله لو تاخذ الرقم راح تشوف انه فيه ندرة. ايه. اما بالنسبة حق الحياة الاجتماعية فعلا كون الطيار يسافر وايد يترك مسؤولياته في البيت على الزوجة مثلا والعيال وكذي، فهذا شوي موضوع صعب وهذا من أكثر الأمور الصعبة. بس سوما قالت توا زوجة الطيار بطلة. صح والله بطلة. صح. وأنا عندي صراحة زوجتي أم فهد صلح حفظ بطلة حياتي. تحية صفق لها صفق. ليش بطلة؟ لأن أنت تغيب على البيت، وغايب على البيت مو غايب على البيت يعني انت طالع شويه وراد، انت غايب على البيت طالع اسبوع برا البيت، فكل المسؤوليات تسوي مسؤولياتك انت ومسؤولياتها كلهم نفس الوقت يتكودون على زوجة الطيار، فلما هي تقوم في الواجبات هذه كلها وانت بس قاعد برا الديره، صحيح انت مو رايح تستانس، انت رايح توفر حق اهلك معيشه طيبه وتوفر لهم سبل الحياه وتؤدي وظيفتك ولكن نفس الوقت ما ننسى ان المسؤوليه انت خليتها على زوجتك وهي اللي قاعد تاخذ الامور هذه عشان تمشي حياتك وتكمل باقي عمرك. قدها يا فهد يرجعون تعبانين، فمسكينه الزوجه ما تقدر تحط عليه ضغط يعني زياده مثلا لو في مشكله يعني ما تقدر تقول مثلا زادوا الاجار. لا لا الخدامة تبي تسافر رايلها مات ما تقدر. لا هني النقطة في بعض الطيارين لا يرجع والله تلاقي زوجها ناطرته وتبي تقط الهم اللي عندها كله عليه. وفي بعضهم لا يعني فعلا يكبتون وما يبينون حق الزوج التعب اللي هما فيه، وهذا مقدرين تعب الطيارة مقدرين تعب الطيارة لأنهم عارفين إن هو أيضا بعد تعبان، فبنفس الوقت الحياة تكون
على جميع الكويتيين اللي بتزوجون خلي يصيرون طيارين عشان يفتكون من حنة اللي تعال. انت ما قلت لك سالفة منيرة؟ انا ما تهمني من منيرة واحد. تدري عاد اعطيك جانب ايجابي في الموضوع، فعلا لما الطيار يسافر برا افضل من اي وظيفه ثانيه، لانك انت تروح وترجع دائما تكون في ولا حق زوجتك وحق عيالك. صحيح الشيء هذا ترى مو موجود في وظائف ثانيه. انت الحين تجي هنا الاستديو وترجع بيتكم سوي. لا انا ولا ما دامكم الاثنين ما يشوفون بعض 24 ساعه تقلل المشاكل وتقلل المشاكل. يلا بنات ويصير على طول في يعني محبه وفي ولا في الله. يلا بنات كل واحده تدور لها طيار. يلا يلا انا طيار. ما يا جماعه اكو 350 بالسوق حق في طيارات ترى. لا بس يعني الحين اقدر اقول لما ترجع من رحلتك نعم وبيدك جنطتك نعم وجوازك وتدش البيت الابتسامة على المدام هذه الدنيا كلها. اليوم تاخذ اجازه من البيت قبل الدوام. بس الحين عندنا اليوم سؤال حلقه نعم. في الديوانيه نعم. هل فعلا كل ما زاد معاشك زاد مصروفك؟ وانتم ما شاء الله متهمين ان معاشكم وايد ما شاء الله، فهل فعلا كل ما زاد معاشك يزيد مصروفك؟ انا اتوقع ان الناس فعلا يزيد مصروفها، بس مو من ناحية من متطلبات الحياة، يزيد من ناحية متطلبات الكماليات. خاصة احنا في الكويت عندنا ما شاء الله الشعب يبي يلبس اخر شيء، يبي عنده كل شيء، فللأسف ان الراتب ما يكفي لانه يدور كماليات مو يدور سبل معيشة. انزين معاشك 1000 معاشك 5000 تصرف 1000 وتصرف 5000 ولا توفر؟ انا لا، انا الحمد لله يعني من بلشت حياتي في الوظيفة اللي كنت اصرفها قبل نفسي اصرفها الحين ما تغير شيء. اللهم يمكن نكشخ شوية بسيارات شوية زيادة. لحظة 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 رايح مسافرة هذه لازم بعد رايح مسافرة هدية. إيه بس مو وايد كذي تخلص فلوسنا. الحين صح على طار رتم السفرة للحين صار لك ما شاء الله تقول 18 سنة للحين الناس توصيك لسافر يجيب لنا يجيب. والله تستغربين شنو يوصلون للحين يبون كيت كات بقرطاس أبيض. فليك لا فليك خلاص بطلوا منه. لا يبون كيت كات بقرطاس أبيض عند البقالة الفلانية. مقصدير. أكو سؤال مهم رحلة لندن العودة. لا ليش ما توقف تصور اللي يصير؟ وين؟ إنزين أنت خلي بنتك تقعد هني عشان أنا ريدي يقعد هني. هذه الأشياء. هذا ريال لا مرتي ما تقعد يم هذا. مثلاً. وطيرون مثلاً على طيران ثاني عادي تقعد يم ريال ماكو مشكلة. ماكو تحصل يعني تصير. إيه تصير. بس الحين خلاص بدأوا يشتغلون. كابتن ليش ما تدش معك خيزرانة؟ ما أنا مستعد أشتغل الشغل. أنا يوم قاعد وياكم هني. أحول خلاص. إنزين كم وزن الكاكاو وأنت راضي من لندن؟ أكثر من الجناب أنا. صح. الحين صار الكاكاو غالي. فقلنا نشتري اقل. هني التوفير. هيلثي هذا هيلثي. زين تعلن خطوط مارينا اف ام عن نهايه رحله الديوانيه اليوم مع كابتن فراس. مال الله كل الشكر لك وبعدين بني ادم راح اخذ ان شاء الله. على جميع ان شاء الله يوم الاحد الجاي. هاف ا نايس ويكند. اشوفكم الحلقه الجايه. يعطيكم العافيه. يوم الاحد. شكرا كابتن شكرا. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد. مع السلامه. قفل الديوانيه. 90.4 استمتعنا يا كابتن.